السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي متابعيني، يا رب تكونوا بخير. هبدأ معاكم في الحلقة اليوم عن تفسير بعض الرموز الأحلام. طلبوها مني بعض المتابعين من البنات كتير إني أفسر لهم بعض رموز الأحلام التي تدل على إن الشخص الذي تحبيه بيحبك وبيفكر فيكي حتى وهو بعيد. هتكلم معاكم في الحلقة اليوم عن رموز كتير بتدل عن هذه الأحلام، لكن أهم شيء إن هي تكون رؤية صادقة من الله وليس حلم من الشيطان. لأن لو أنت بتفكري في الشخص اللي بتحبيه قبل النوم فذلك هيكون حديث نفس أو أضغاث أحلام من العقل الباطن، لأنك أنت بتفكري فيه بالفعل فذلك الرؤية هتكون غير صادقة. لكن قبل ما ابدا موضوع الحلقه احب افكركم اللي محتاج تفسير اي حلم يقدر يسيبهولي في الكومنتات، ويا ريت تدعموا القناه بلايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وهنرجع تاني لموضوع الحلقه عن بعض رموز الاحلام اللي بتدل على ان الشخص اللي بتحبيه بيحبك وبيفكر فيكي حتى وهو بعيد. لان اي بنت معجبه بشخص معين بتشوفه في الرؤيه وهي محتاره هو بيحبك ولا لا، وناوي يرتبط بيكي ولا لا. فعشان كده هتكلم معاكم النهارده عن رموز كتير هتسعدكم وهتعرفكم ان الشخص نواياه صادقه او لا. واول رؤيه هو انك بتشوفيه في منامك ان هو بيحاول يتتبع اخبارك من بعيد وبيفكر فيكي وبيبصص عليكي من البلكونه او الشباك وبينظر اليكي ويبتسم. فهذه الرؤيه محموده وبشرة خير ليكي على ان الشخص بيحبك وبيتمنى الارتباط بيكي ونواياه صافيه لكي. انا هتكلم معاكم في رموز كتير جدا، واهمها هيكون في نهاية الفيديو. اللي هينتظر معايا في نهاية الفيديو هيعرف رموز مبشرة ليه بالخير جدا، ان الشخص بيحبه وبيتمنى الخير. واهم من الرؤى اللي بتدل على ان الشخص بيحبك هو رؤية انه بيعطيكي فاكهة في المنام. لكن لو الفاكهة سليمة وانواع مخصوصة من الفاكهة مثل فاكهة الفراولة، لو لقيتيه في المنام بيعطيكي فراولة وشكلها جميل وكمية كبيرة ولونها حلو وطعمها لذيذ لو انتي دقتيها في المنام، فالرؤية دي مبشرة ليكي جدا جدا بانه بيحبك وبيتمنى الارتباط بيكي وبيتتبع اخبارك من بعيد. ولو هو اعطاكي الفراولة دي على شكل مربة فراولة وانتي دقتيها ومبسوطة وسعيدة وفرحانة وفرحانة بالهدية وهو مبتسم، فذلك الرؤية محمودة اكتر ان هو نواياه صافية ليكي وبيحبك وبيتمنى الارتباط بيكي. والرمز الثالث وهو من الرموز المهمة جدا والمبشرة بالخير ان الشخص بيحبك وبيتتبع اخبارك، هو انه بيتحدى الصعاب وبيتمنى الوصول اليكي في المنام. مثلا لو رأيتيه في المنام انه راكب الحصان وانتي وهو راكبين ايضا حصان وبيجري وبيحاول يعدي قطع من الماء او صعوبات حواجز او في الطريق في بعض المشاكل او الصعوبات وهو بيحاول يتعداها بالحصان، وانتي بتشوفيه وهو بيحاول يبصلك ويبتسم وانتي سعيدة بسبب ذلك، وفي نهاية المنام هو بيوصلك بالفعل، فذلك الرؤية مبشرة ليكي بالخير انه شخص مسؤول وبيحاول ان هو يوصلك وهيرتبط بك عن قريب، وهو شخص نوايا صافية جدا جدا ليكي وبيحبك ايضا مثل ما انتي بتحبي. والرؤية الرابعة وهي رؤية مهمة وبتتكرر علينا كتير، وهي طبعا الرؤية للوقت الحديث اللي احنا فيه، هي رؤية الرسائل الواتس او رسائل على الموبايل عموما. هي رؤية بتدل على ان الشخص بيتمنى لك الخير ونوايا صافية لك. لو لقيتي ان الكلام نفسه بعت لك في الواتس كلام طيب وحلو وانت سعيدة بالكلام او بالرسائل اللي بتوصل لك فذلك الرؤية محمودة ليك. لكن لو العلامة اللي في الجنب اللي هي الصح دي ما ظهرتش بيكون تجاهل منه ليكي وان هو نوايا غير صافية ليكي. لكن لو العلامة الصح ازرقت وانت مبسوطة ان الرسائل انت شايفاها وسعيدة بذلك فذلك الرؤية هتكون خير ليكي، وهتعرفي انه عن قريب هيكون من نصيبك وان الشخص بيفكر فيكي ايضا، وده تبادل افكار بينكم وخواطر افكار بينكم، وان الشخص نوايا صافية والله اعلى واعلم.
وخامس رؤية هي رؤية القبلة في المنام. هي رؤية محرجة بعض الشيء لبعض البنات، إن هي تقصها على أحد، إن الشخص اللي بتحبه بيقبلها في المنام، لكن هي ليها تأويل محمود إن الشخص نواياه صافية لها. لكن لو ما كانتش القبلة في المنام بمشاعر جياشة أو حاسة إن هي احتلمت يعني بعد المنام، فذلك الرؤية بتدل على إن أضافوا أحلام من العقل الباطن، لأن هي بتفكر فيه قبل المنام. لكن لو القبلة كانت من الجبين أو على خدها وهو مبتسم ونوايا صافية لها، فذلك الرؤية هتكون محمودة ليها وبتدل على وجود نصيب بينهم، وعلى إن الشخص نوايا طيبة وصافية لها، وعلى إن الشخص بيحبها أيضا وبيتتبع أخبارها. وسادس رؤية هي رؤية محمودة جدا جدا ومبشرة بالخير، هو انك تشوف الشخص اللي بتحبيه بيلقي عليك السلام، بيقولك السلام عليكم في المنام، فهي من الرؤية المحمودة اللي بتدل على حبه لك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتوه تحابيتم افشوا السلام بينكم. لذلك جاء بعد تحابوا السلام، افشوا السلام. لذلك بقولك إن لو لقيتيه في منامك قلت له السلام عليكم أو هو قال لك السلام عليكم، فذلك الرؤية بتدل على الحب والمودة بينكم، وعلى نوايا صافية له لك، وعلى إنه بيتتبع أخبارك، وعلى وجود نصيب بينكم عن قريب بإذن الله. وسابع رؤية هو رؤية الهدية في المنام. لو هداكي هدية في المنام فالرؤية محمودة جدا ليكي ومن الرموز الجميلة، لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: تهادوا تحبوا. لذلك هي رؤية مبشرة ليكي بالخير، على إن الشخص نواياه صافية وبيحبك وبيتتبع أخبارك. ومن الأرقام المحمودة لو لقيتيها في المنام بتدل على إن الشخص نواياه صافية وبيحبك وبيتتبع أخبارك، هو رقم 1000 في المنام، وهو بيدل على الألفة بينكم. ألف الله بين قلوبكم، بيعطيك مثلا ظرف فيه 1000 جنيه أو 1000 حسب العملة بتاعت بلدك، فذلك الرؤية محمودة وبتدل على إن هيحدث بينكم نصيب بإذن الله، وعلى إنه نواياه صافية، وعلى الألفة والمودة بينكم. والله أعلى وأعلم. ومن الرؤى المحمودة جدا اللي بترمز ان الشخص بيحبك ونوايا صافية لك وبيتتبع اخبارك، هو انك بتشوفي في منامك رسمة العين. لو لقيتيه في منامك بيحاول يرسم عينك بالكحل او المسكرة او ما شابه ذلك، وانتي مبسوطة وسعيدة وبتنظري اليه وبتنظري للمرآة وبتحاولي ان انتي تساعديه في رسمة العين، فذلك الرؤية بشرة خير لك، على ان الشخص ده بيحبك وهيحطك في عينه، وهيكون في ارتباط ومودة بينكم عن قريب بإذن الله. ومن الرموز المحمودة أيضا جدا ومبشرة للخير للرأي هي رؤية السكر في المنام. السكر هو من أفضل الرموز اللي ممكن تشوفيها، اللي بيدل على وجود نصيب بينكم وعلى نوايا صافية. يعني لو رأيتي في منامك انه بيعطيكي سكر وانتي بتدوقيه مبسوطة وسعيدة، او بيضع في الكوب اللي امامك سكر، بيرمز الى المحبة لك وبينكم، وعلى وانه الشخص بيفكر فيكي وبيتمنى لك الخير وبيتمنى انه يرتبط بيكي بإذن الله عن قريب. والله اعلى واعلم. وآخر رمز هو من الرموز المحمودة جدا والمبشرة بالخير، على إن الشخص بيحبك، هو رؤية الآيس كريم في المنام. وهو من الرموز المحمودة اللي بتدل على إن الشخص بيتمنى لك الخير وبيحبك. لكن لو اتفتح الآيس كريم أمامك في الموضوع هيتفتح وهيكون فيه نصيب وهيتقدم لولي أمرك، لكن لو الآيس كريم ما اتفتحش فذلك هيكون فيه بعض الصعوبات فيما بعد الحين أن يرتبط بيكي. لكن هو الرمز بيدل على النوايا الصافية له ليكي انتي، وعلى إن الشخص بيتتبع أخبارك وبيتمنى إنه تكوني من نصيبه.
لكن لو الايس كريم طعمه جميل وبنوع معين انت بتحبيه، زي مثلا ايس كريم بالفراوله، ولو انت بتحبي ده في الحقيقه ولقيتيه في المنام ان هو بيعطيك الايس كريم ده، فذلك الرؤيه مبشره ليكي جدا جدا على انه هيملى حياتك محبه وفرح وحب. ولو انت بتحبيه في الحقيقه هو كمان هيكون بيحبك اكتر، وهيكون في نصيب بينكم عن قريب باذن الله، والله اعلى واعلم. لكن اهم حاجة زي ما ذكرت في بداية الفيديو ان هي تكون رؤية صادقة من الله وليس حلم من الشيطان، يعني ما تكونيش بتفكري فيه قبل المنام وتشوفي الرموز دي. يا رب اكون قدرت افيدكم وجمعت لكم رموز كتير عن تفسير رؤية الاحلام اللي بتدل على ان الشخص بيحبك وبيتمنى لك انك تكوني من نصيبه، وعلى وجود نصيب بينكم، وعلى انه بيتتبع اخبارك، لانه هو ده كان طلب بعض المتابعين معايا. ويا رب اكون قدرت افيدكم وفي حفظ الله ورعايته، واللي محتاج تفسير اي حلم يقدر يسيبولي في الكومنتات. استودعتكم الله الذي يخيب ودعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.